السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ انا بس حبيت ان انا اعمل فيديو سريع كده عن حاجه انا قلتها امبارح وما كانتش صائبه يعني. فقبل بس ما اوضحها لكم او قبل ما اقولها لكم، انا بستسمح كل واحد فيكم انه يغفر لي تقصيري ويغفر لي خطأ اللي انا وقعت فيه يعني، اللي هو والله غير مقصود تماما. انا بس التبس عليا الامر ما بين التو تايبس اوف انجينز، فبس يعني فانا اسف اولا، واسمحوا لي ان انا اصحح المفهوم دوت ثانيا. وبامر الله يعني دي اخر مناقشه في ايه في الموضوع ده. الموضوع برضو هو موضوع الترقيم، تمام؟ احنا اللي متفقين عليه ان احنا عندنا الانجن العامة هي التربوفان with intake. الانجن العامة هي التربوفان with intake، خلاص. عايز تاخد حاجات خاصة، عايز تشتغل على الجيت انجن او التربو جيت، هتشيل الفان. عايز تشيل الانتيك خالص برضو تقدر تشيلها. فاحنا ناخد الترقيم من الحالة العامة، وبعد كده نبقى نطبق عليه الايه الترقيمات الخاصة او الحالات الخاصة اللي احنا ما غلطناش فيه او ما قلناش فيه اي حاجة جديدة، ان الفري ستريم عندنا هو ستيج رقم 0، خلاص. طيب مدخل الانتيك هو ستيج رقم 1. طب ليه؟ عشان خاطر فكرة التوتال كونديشنز، ان انت بتيجي عندك فلو بيتحرك بسرعة وبتيجي بتوقفه في نقطة. فالانتيك لما بيجي يعمل سكشن جوه للهواء جوه الانجن، عند الطرف بتاع الانتيك دوت بيبقى فيه توتال كونديشن للتوتال كونديشنز للفلو، نتيجة ان السرعة توقفت لحظيا عند المدخل بتاع الانتيك. ففي توتال كونديشن اللي هي ستيج رقم 1 بتتحسب من ستيج رقم 0، تمام كده. فبنقول ان التي توتال نوت بتساوي تي توتال 1 بمعلومية التي نوت والماخ نمبر دوت الفري ستريم. ادخل على الانتيك، الانتيك بتاعي بيمثل ديفيوزر، تمام. بيمثل ديفيوزر معناها ان هو بيقلل سرعة الفلو، خلاص. طيب الانتيك او اي كومبوننت له يا اما ديزايرد بريشر ريشيو يا اما انديزايرد بريشر ريشيو او ما تسمى باللوسز. فبالنسبة للباي ديفيوزر ديت لوسز انا مش عايزها، بتبقى ناتجة عن الفريكشن، تمام. بمعلومية الباي ديفيوزر اقدر احسب التاو ديفيوزر، وبالتالي اقدر احسب البي توتال 2 وتي توتال 2. يبقى المخرج بتاع الانتيك اللي هو المدخل بتاع الانجن ككل هو ستيج رقم 2. ستيج رقم 2 تدخل على الفان، تمام. تضغط تخرج من الفان بستيج 1-3، ماشي. الواحد تلاتة دوت جزء منه يدخل للنوزل بتاعة الفان، وجزء منه يدخل للكور بتاع الانجن. يبقى الكور بتاع الانجن هي ستيج 1-3 اللي اتضغطت من خلال الفان بعد ستيج 2. يبقى ثرو ذا فان عند الباي فان تؤدي الى التاو فان، واقدر احسب البي توتال 1-3 ومنها احسب تي توتال 1-3، تمام. بعد كده بقى اللي جاي بعد كده عادي برضو، سواء اللو بريشر كومبريسور اللي هو ستيج من 1-3 ل2.5، هاي بريشر كومبريسور من 2.5 ل3، كومباشن تشامبر من 3 ل4، توربن من 4 ل5، النوزل من 5 ل9، تمام. وكذلك الأمر بالنسبة للنوزل بتاعة الفان، المخرج بتاعها ستيج 1-9. يبقى بس اللخبطة كانت في الحتة دي، تمام. الانتيك الانلت بتاعه 1 اللي هو نفسه 0، والمخرج بتاعه 2. يبقى اللي داخل للانجن سواء تربو فان او تربو جيت هي ستيج رقم 2. يبقى 2 تدخل على الفان تخرج 1-3. طب لو تربو جيت فهشيل الفان خالص، يبقى ستيج 2 هي ستيشن 1-3، تمام كده. الفان بيدخلها 2 تخرج 1-3. 1-3 هو اللي بيدخل للكور ستريم، يعني 1-3 هو اللي بيدخل لللو بريشر كومبريسور، يخرج 2.5
يدخل للهاي بريشر كومبريسور، يخرج يبقى ستيج رقم 3 او ستيشن رقم 3. تمام، فارجو ان الصوره كده تكون اوضح، وزي ما قلت لكم في البدايه سامحوني على التقصير والخطأ دوت. ده بالنسبه للتوضيح النقطه دي. ماشي، احنا زي ما قلنا كان فاضل لنا مساله رقم 4 ومساله رقم 5، هما مسألتين بيتكلموا عن إثبات بسيط جدا يعني، وبالتالي هما ما يجوش يعني في امتحان أو ما إلى ذلك، بس إحنا برضو ناخدهم من باب الـ لم الشمل بتاع كل الأفكار يعني. ماشي، مسألة رقم 4 بتقول prove that for a two stream turbofan engine with a constant sum of relative kinetic power the thrust and the propulsive efficiency are maximum وإن ان الفي جيت افكتيف بتاع الفان بيساوي بتاع الكور. يعني انا دلوقتي عندي تو ستريم تيربو فان انجن وعندي الكاينتيك باور بتاع التو ستريمز المجموع ما بينهم ثابت، عايز يقول ان الثرست والبروبالسيف افشنسي بيكونوا ماكسيمم في هذه الحاله. خلاص، طيب تعالى نبدا المساله الاول كده. المسألة بتقول إن أنا عندي الـ propulsive efficiency دوت التعريف بتاعها، صح؟ اللي هو 2 V نوت في الـ M دوت فان في الـ V jet effective fan زائد الـ 1 plus F في الـ M دوت كور في الـ V jet effective كور على المقام اللي بالشكل ده، تمام؟ ده الـ eta propulsive، وفي نفس الوقت ده تعريف الـ kinetic energy. الـ kinetic energy هي الـ kinetic energy اللي جاية من الفان زائد الكور ناقص اللي جايه من الفي نوت، ناقص اللي جايه من الفي نوت عشان اختلاف الاشاره. تمام، طيب مش هو بيقول ان انا عايز اوصل لماكسيمم بروبالسيف افشنسي، فاحنا هنعمل ايه؟ ان احنا كتبنا العلاقه بتاعه الكاينتيك انرجي وهنفضلها. تمام، طيب هنفضلها بالنسبه للفي جيت افكتيف فان، او لو فضلتها بالنسبه للفي جيت افكتيف كور هتطلع نفس العلاقه. من التفاضل بالشكل دوت هوصل للمنظر ده، ان partial V jet effective core على V jet effective fan بتساوي العلاقة دي. تمام، وارجع للثرست او للpropulsive efficiency وفضلهم بالنسبة للايه، للكمية اللي طلعت في ناتج التفاضل اللي فوق. يبقى هفاضل الثرست بالنسبة للV jet effective fan وساوي التفاضل دوت بصفر عشان اوصله لماكسيمم. تمام، هيطلع عندي الترم partial V jet effective core على partial V jet effective fan، اعوض عنها بالريليشن رقم 1 اللي انا وصلت لها من التفاضل الاولاني. باستخدام مجموعة بقى من الالجبرا هوصل في الاخر لناتج التفاضلات وناتج التعويضات دي، ان الـ V jet effective fan تساوي الـ V jet effective core لو انا عايز اوصل لـ maximum thrust و maximum propulsive efficiency. تمام كده، فدي مسألة رقم 4. بالنسبة لمسألة رقم 5 بيقول show that at static conditions يعني الـ V node بصفر if two gas turbine engines receive the same fuel flow rate with the same relevant efficiency the engine that passes more air flow rate will produce higher thrust. طيب تعال نشوف نص المسألة الأول. أول حاجة هو بيتكلم عن إن أنا عندي two engines، تمام؟ two engines ليهم نفس الـ نفس الافشنسي، ما قالش ايه هي نوع الافشنسي، بس كاتب في الجزء الاولاني ان هم بيستقبلوا نفس السيم نفس الفيول فلو ريت. تمام كده، طيب ايه الافشنسي اللي داخل فيها الفيول فلو ريت؟ الثيرمال افشنسي. يعني انا عشان اخد تو افكتس ان انا عندي نفس الفيول فلو ريت نفس الافشنسي، يبقى الافشنسي اللي هستخدمها هي الثيرمال وليست البروبالسيف، هي الثيرمال وليست البروبالسيف. تمام، تعريف الايتا ثيرمال انها دلتا الكي اي الكاينتيك انرجي على الام دوت فيول في الاتش بي ار. تمام، هفك الكي اي ديت بمعلوميه الفي جيت افكتيف كور والفي نوت،
وبما انه قايل انها كونستانت فالترم دوت بصفر، تمام؟ هو بيقول ان الثيرمال افشنسي ثابته، يبقى والمقام عندي الام دوت فيول هو قايل انها كميه متساويه، والاتش بي ار او الكيو ار دي كميه ثابته، فلما اضرب الكونستانت في الكميه الثابته دي تطلع لي كميه ثابته اخرى، يبقى الام دوت كور في الفي جيت افكتيف كور تربيع بتساوي كونستانت، او ان الفي جيت افكتيف كور بتتناسب طرديا مع واحد على جذر الام دوت كور، تمام كده؟ وارجع عوض في علاقه الثراست انها الام دوت كور في الفي جيت افكتيف كور، اشيل الفي جيت افكتيف كور واحط التناسب مع الام دوت كور، تطلع في الاخر ان الثراست بيتناسب مع جذر ام دوت كور، تمام كده؟ فالتناسب هنا طردي، وبالتالي الانجن اللي هتاخد ام دوت كور اكبر هي اللي هتطلع لي ثراست اكبر، بالرغم من ان انت حاطط نفس الكميه من الماء من الفيول فلو ريت وليهم نفس الثيرمال افشنسي، تمام؟ فدي مساله 4 ومساله 5 من الشيت، ودوت التوضيح بتاعه الترقيم. أرجو إن الصورة تكون أوضح، وبإذن الله بإذن الله السكاشن اللي جاية يكون مستواي فيها أفضل وأحسن من كده. سامحوني كمان مرة، وأسف على التطويل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.